شقى فالعمر معدود السنين. وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدر. سألت صاحبي أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة. توجه خلف السيارة، توضأ ثم صلى. سبحان الله سبحان الله، لم يبق على صلاة الظهر إلا قليلا، وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن. أي حياة هذا؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمة من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي حجرا ومقاطعة لشباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لتحزن أشد الحزن على حال الأمة وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف، وإلى الآن لم ترجع إلى ربها، إلى الآن لم تراجع حساباتك. لي فيك يا ليل آهات تردد، أواه لو أجدت المحزون أواه. أن التفت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مبسوطا جناحا، قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القلب الخاسر. يا ربي عفوك، لا تأخذ بذلتنا. ارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر ان ينجي سفينتنا، لما وصلنا الى الشاطئ عطيناه. ونركب الجو في امن وفي دعه وما فقدنا، لان الحافظ الله. ابشر يا من حافظ على صلاة الفجر وباقي الصلوات في الجماعة، فأنت في ذمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يبكي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. قال أهل العلم: في ذمة الله يعني في حفظ الله ورعايته. قالوا: يعني إذا مات من يومه أو ليلته دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر. أبشر يا مصلي الفجر وباقي الصلوات في المسجد بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين سبلا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين من أعظم صفاتهم النوم والتخلف عن الصلوات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم قتلتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمره وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أبشر يا مصلي الفجر أبشر، جاء في الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اسمع الثمن، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتق الله، فاتق الله يا من أنام على الصلوات، اتق الله يا من يعاقر الزنا والموبقات، اتق الله يا من تأكل الأموال الربوية. يا أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، ودع الهزل وجانب من هزل. قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عز من قائل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما حرصنا فيها، وهم يحملون أوثاقهم عن ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو،
وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ الكل سيموت، لكن على أي حال قدر الله ماض على الصغير والكبير، لكن على أي حال الأعمال بالخواتيم، والمرء يقسم له على ما عاش عليه. التقينا هنا وسنفترس، وكل منا ينتظر منيته، منا من سيموت في أرضه، ومنا من سيموت في بحره، ومنا من سيموت في سماء. ولكن على أي حال وأين سيكون المصدقاء؟ وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما